الركبي وراء المهاجم الإسباني الماتادور روبرتو سولدادو. إذا تنطلق المباراة القمة الليلة في شمال إنجلترا في مانشستر. أهو الكرة سمير نصري، كرة خطيرة جدا، والكرة الثانية الهدف الأول، الهدف الأول تاريخي 12-13 ثانية. ثبتوا معايا، ركزوا معايا، هل هو أسرع هدف في تاريخ البريمير ليج؟ بوش ينضرب من أول الثواني، من أولى الكرات في مرمى هوغو لوريس، الجول للمان سيتي. هنا الخطأ، هنا الكارثة من هوغو لوريس، ينقص هدايا، يضرب كرة كويرو، ترجع الكرة والتسديدة في المرمى بمساندة القائم. 1-0 السيتيزن، السكاي بلوز يعلنوها حربية هجومية منذ اللحظات الأولى. أسرع هدف في البريمير ليج هذا الموسم شور، ومن أسرع الأهداف في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز. خيسوس نافاس، خيسوس نافاس ما عندوش حلول بين الهجمة، ما هوش قادر يطلع بالكرة. الرولونس صعبة برشا، متعطلة برشا، متعثرة برشا، تلوع بالكرة لفريق سبورس. الكرة ترجع بالرأس، ترجع الكرة والتوقع للثاني عن طريق ناصري، من ثاني ناصري وسع كرة أجويرو، والثاني الثاني 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 الثاني، وتوقع الثاني روبرتو نيجريدو. الهدف الثاني للسيتيزن، الهدف الثاني للسيتي، الهدف الثاني للسكاي بلوز. شد الكرة لكن ما يوجعش، يشد في الكرة، يمسك في الكرة لكن ما يؤلمش. ومرة أخرى هوغو لوريس، ملا كارثة، ملا كارثة هوغو لوريس. يا ودي معاهم ولا مع الآخرين؟ معانا ولا مع الآخرين؟ شوف الكرة، شوف الصورة، شوف أجويرو هوغو يفسخ ونيجريدو يسجل، والكرة في خط الثاني. مش معقول، مش معقول، مش معقول. في عنوان هو الأبرز في الشوط الأول، السيتي كان الأبرز، نعم السيتي كان الأفضل ويستاهل، نعم، ولكن 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 عنواني لشوط أول، هوغو لوريس يذبح توتنهام، هوغو لوريس يذبح توتنهام. زاباليتا، زاباليتا وصل كرة، زاباليتا والثالث، الله حي الثالث جاي، الله حي الثالث جاي، الله حي الثالث جاي عن طريق الجول سيرخيو أجويرو. الترسارة السيتيزن 3-0، أجويرو جول، أجويرو جول. فيرتونغن من اليسار، هذا ما جناه علينا، وهوغو لوريس جول كيبر، وهذا ما أقصى توتنهام. كورة بتوزيعة، دفاع يتفرج، دفاع يتفرج ويرشمها الكون أجويرو في الجول، يضعها في الشباك للمرة الثالثة. كابول يناغيها، كابول يدلع فيها، ايش بتعمل بيها يا أرجنتيني؟ الكون بنظرة قاسية، نظرة بأقصى طرف عينه اليسرى، إذا واصلوا يلعبوا بهذه اللامبالاة. والكرة ترجع مرة ثانية، كرة لفريق السيتي، يهرب الوحش، يدخل الجول، يمشي يايا توري، يعطي باس، والرابع والرابع والرابع، وثنائية أجويرو الكون 4-0. واخشى عليكم يا سبورس، اخشى عليك يا توتنهام من الفضيحة، من الكارثة، من الصدمة. 4-0 هدف عالمي، التيكي تاكا في مانشستر، التيكي تاكا، 5-6 تمريرات، 1-2 يعديهم، 1-2 ينحيهم، 1-2 يشيلوهم من الخريطة والقاموس، 1-2 يضربوهم في الدفاع، وندوس والرابع الكوارتو لأجويرو. يا توري، مع من تلعب؟ مع من تدافع؟ مع من تقاتل؟ مع من تصارع؟ يا توري في الأسيست، وأجويرو كرة في الجول، 4-0. والآن أركز على أجواء كل فريق. في 3-0، في 3-0، يا توري في المنطق، في أنانية اللاعب، يعني هذه 10 للوراء و10 للخلف، وحاول تحفظ ما الوجه. مدخل أديبايور، ايش عنده أديبايور؟ يا أديبايور يحب يخرج من توتنهام، حتى النفس غير موجودة. والخامس والخامس والخامس، ماني قلت الخامس، ماني قلت الخامس، ماني قلت الخامس، ماني قلت الخامس يا بواش، راني حكيت، راني حكيت، راني معلق نحكي، وانت مدرب تخطط، فكيف ارجوك لا تتفطن؟ انا من اقصى الجنوب تفطنت لكارثة فريقك وانه غير موجود، وانت تتواجد بمهاجم ثاني وتعلم
تعري وسط الميدان. تستاهل يا بواش تستاهل. 5-0 5-0. نرجع ونقول بواش يستاهل لعنادي ولكن لا يستحق. توتنهام توتنهام العريق الذي له ملايين الأنصار. نيجريدو يعديه، نيجريدو يلعبها، نيجريدو يحطها. فنان إسباني، هو فنان والدفاع يسجل. لو لعبت أنا أو أنت اليوم كنا نسجل. روعة روعة روعة. لوريس لن ينسى ليلى. أرجع الكرة لجيمس مينر، جيمس مينر في دار الدفاع، والسادس والسادس والسادس، الهدف السادس عن طريق خيسوس نافاس. ثنائية نافاس، هو باديها وهو منهيها، هو مفتتحها وهو مختتمها، هو بادي الكرنفال وهو الذي أنهى الفستيفال. كرة طولية، دفاع، النوم في العسل، النوم في العسل، والسادس طعمه عسل يا نافاس. فريق دوري كامل قبل 6 أهداف في 90 دقيقة، كلها 6 أهداف. حلل وناقش وفسر وأوجد الإجابة لوحدك.